طاقة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وآخرتها يا أخي أنت، أنا خلاص هموت من العطش والجوع. هو أنت مجوعتش أنت كمان ولا إيه؟ ما أنتش بني آدم زينا. طب اسمك إيه؟ بلاش اسمك يا عم، إيه اللي جابك هنا؟ طب أنت تهمتك إيه ولا يودوك النيابة ليه يعني؟ إن شكلك يعني مش شكل مجرمين يعني ولا حرامية. ها شكلك نصاب. أيوة تلاقيك نصاب من اللي بيضحكوا على الستات الكبيرة والبنات وياخدوا منهم فلوس. هو جاي تعمل إيه ده؟ ده ملوك ليه؟ ولا تلاقيك من بتوع السياسة واللابتوب والفيسبوك والحاجات دي اللي هتوديك في 60 داهية. ما هو أيوة، ما هي الحاجات دي اصلها كلها مصايب. لا تطلع ارهابي بقى، تبقى واقعه سودا ونبقى قمنا من حفره وقعنا في ضحضير. انا اخوك في الله ابراهيم السني. حركي يا بنت ما تتكلميش. والله ده عاجبك ايه؟ مش عاجبك اسم ابراهيم؟ سامع سامع؟ هو في حد هنا غيرنا؟ تلاقي كلاب ولا قطط ولا حاجه؟ في حد بيصرخ؟ ايوه يا عم. طب ما يصرخ واحنا مالنا؟ عملنا ايه؟ دي واحده بتصرخ، تعال نشوف فيه. هنشوف احنا مالنا، يمكن واحده جوزها بيضربها ولا حاجه. تعال قوم يا عم. انت استنى. اثبت يالا. تعال يا بنت هنا، تعال. زي ما تمشي. تعال هنا يا بنت. تمشي. تعال يا بنت، تعال. ما تسيبنيش يا خفيش يا ماما، خفيش يا بنتي. انت يا بنتي ايه اللي يجيبك معاهم هنا؟ ايه اللي يجيبك هنا؟ والله يا عم ما كنت اعرف ان هم عاوزين حاجات زي كده. دول قالوا لي هيدوني بضاعه وهنقسم المكسب بالنص. انت ابوك فين يا بنت؟ ولا اهلك فين؟ ساكنه فين؟ يا بس انا ماليش اهل ولا ليا سكن. لا لا قوة الا بالله يا رب. ايوه خلع فلوس من جيب الداله. يلا روح بنت يا مستشفى، اطمن على نفسك. يلا 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 اجري يلا يا بنت، جري وما تجيش هنا تاني. هنعمل الجرح اللي في ايدك ده خطر قوي، احنا لازم نروح مستشفى. مستشفى ايه بس؟ انت ناسي ان احنا هربانين؟ تعرف تسوق موتوسيكل؟ بعرف. طب اركب اقول لك تروح على فين. يلا دور. روح على فين بس؟ تعالى بايدك معايا عشان اعرف ادور. يلا بسم الله. اركب اركب اركب. لف ايدك، ايدك. امسك نفسك يا وحش، امسك نفسك. ايدك تعبان، الدم بينزل. يا رب يا ساتر. هاي البيت اللي فين دلوقتي؟ طب كويس، انا مسافه السكه اكون عندك. سلام. انت متاكده ان هم دول يا فاتن؟ ايوه يا سعاده البيه، هو انا اقدر انساهم؟ ربنا يستر طريقهم زي ما سطروني، ويقف جنبهم زي ما وقفوا لي. يا رب يا رب. قولي يا فاتن، هم بعد ما وصلوكي راحوا فين؟
اقفل الباب بسرعه. شو هتحكي يا فندم دلوقتي؟ اهم حاجه حضرتك يعني تشوف لنا دكتور بسرعه عشان الجرح اللي عمال ينزف ده. لا دكتور ايه؟ ما ينفعش ابراهيم دكتور يجي هنا ويشوفنا، ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ امال هنسيبك بالحاله اللي انت فيها دي؟ انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ معلش هاتي حاجه نربط بيها الجرح ودلوقتي نزيف يقف. نربط ايه بس يا عم؟ ما احنا ربطينه من الصبح وعمال ينزف برضه. ما ينفعش يا ابراهيم، مش بعد كل اللي عملته ده جت مسك هنا. ما تتمسك احسن ما تموت، هنسيبك وانت بالمنظر اللي انت فيه ده. انا بقول لحضرتك حاجه، في هنا اجزخانة قريبه مننا. ايوه ليه؟ طب لو سمحت هاتي ورقه وقلم بسرعه عشان اكتب لك شويه حاجات تكتبها لي. طيب ماشي. كلام البنت بيقول ان سليم وابراهيم خرجوا من المقابر، عشان كده عايزكوا في أسرع وقت تشددوا المراقبة على بيت سليم وبيت إبراهيم، وتعمل لي نشرة بمواصفات الموتوسيكل اللي البنت قالتها. حاضر يا فندم. والعيال اللي حاولوا يغتصبوها يكونوا عندي بكرة الصبح بكتير قوي. ولا يا فندم بصراحة الموضوع محيرني شوية. إيه اللي محيرني؟ يعني كلام البنت على سليم والموقف الرجولي اللي وقف معاها، مش عارف. هو موقف رجولي صحيح يتحسب له، لكن لا تزر وزيرة وزر أخرى. سليم متهم بتعذيب شاب أدى إلى موته، يعني مجرم وهربان والعدالة عاوزاه. سليم لازم يتجاب. يتجاب يا فندم. شدك. لف هنا. يا بني آدم بتعمل إيه؟ لف الإبرة لبرة كده. ماشي يا عم السوابق. أنا عليك إن أنت خبرة. عرفت البت الحلوه دي ازاي؟ سبحان الله يا اخي، الحرامي رزقه واسع حتى في الحريق. شلت. ايه ده؟ كل حاجه هنا، اتاكد بس ان مفيش حاجه ناقصه. طمني عليك يا سليم. كله تمام بس في حاجه ناقصه. وما قلتش ليه من الاول؟ كنت جبتها لك. طب قول بسرعه وانا هروح. بس دي حاجه ما ينفعش تجيبها من الاجزخانه، حاجه لازم يعني مع البنج الموضوع عشان يقدر يستحمل. حاجه ايه؟ سنه افيون. نعم. يعني ازازه خمره، حبايه ترامادول. يا عم انت جنسك ايه بالظبط؟ هتجيب الحاجات دي منين؟ انت ما بتفهمش. ما هو مش هينفع كده، البنج الموضوع لوحده مش هخليك تستحمل حاجه. مش فتحه صدر ايه ولا فتوانه يا عم السوابق. سوابق ايه؟ ده ظابط في العمليات الخاصه. ظابط في العلاقات الخاصة؟ ازاي يعني ظابط؟ يعني ظابط دبابير؟ يا عم اخلص يلا. حاضر يا باشا. هو انت دكتور؟ يعني ايه هو اللي يعني؟ دكتور ولا مش دكتور؟ يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني. يا عم خلصني. حاضر يا باشا. يلا فريد هاتي لي في كنت بس مالكيش دعوة. يلا يلا يا ابني انا استحمل. يلا هات لنا معاك يا اباجورة زي بتاع قطفة العمليات كده عشان انور الجرح. بص انت كمان انت تعمل لي قلبه مفتوح. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يلا يا عم هفك البتاع ده واغسل ايديا اطهرها واجيلك. خد نفس جامد وارتب. الفجر تسترها مع سليم ابني يا رب وتكفي شر نفسه وشر المتربصين بيه يا رب. انت عارف انا اتقيتك قد ايه في تربيته والنبي يا رب وحياة حبيبك ما تسويني فيه يا رب. يا رب طلعه من محنته دي، احنا ملناش غيرك يا رب. ايه
تفتكر هيبقى كويس؟ ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله اطمني. بس ده شكله تعبان قوي. هو امر طبيعي سعادتك، يعني اصل هو الجرح نزف والنزيف ده بيعمل هبوط، ده غير ان هو ما دقش حاجه من ساعه ما هربنا. هو انت ازاي مش دكتور وشاطر قوي كده؟ يا فندم يعني الظروف، كنت عايز اخش كليه الطب بس الحمد لله يا فندم انا بشتغل تمرجي في مستشفى بقالي 25 سنه. تمرجي وشاطر كده؟ والله برافو بجد، متشكره قوي على اللي انت عملته مع سليم، هيفضل جميل في رقبتنا لحد يوم الدين. جميل ايه بس يا فندم؟ هي الاصول فيها جميل؟ سليم يعني خير وسابق، هربنا وحماني وتعور مكاني، ربنا بس يقومه بالسلامه. اللي هو صحيح ظابط؟ ايوه ظابط. شرطه؟ ايوه ظابط شرطه. امال ايه اللي خلاهم يعملوا فيه كده ويلبسوا كلبش؟ دي حكايه طويله قوي. بس انت ايه اللي وداك النيابه اصلا؟ والله يا فندم برضه حكايه طويله. واضح ان سعادتك يعني بتعزيه، طمني ان شاء الله هيبقى كويس. انا ما عنديش اغلى منه في الدنيا دي. طيب اعتبر بقى ان البيت بيتك، لو عايز تشرب اي حاجه يعني وكده عن اسمك. نشرب ايه؟ احنا هنموت من الجوع. عمرك ما تتغيري، لسانك عامل زي المبرد ما بيرحمش. محدش فينا بيتغير يا سليم، ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت. والله اللي المفروض يتغير هو اللي عنده مشكله. ليه تكونش فاكر نفسك ملاك بجناحين ما بتغلطش؟ لا بغلط، بس على الاقل بني ادم طبيعي. عرفتي ليه احنا سيبنا بعض؟ لا بصراحه ما اعرفش، ويا ريت حضرتك تفهمني. عشان العند والمقاوح اللي على الفاضي للنهار. ولا مش عشان انت عايزني عسكري من العساكر بتوعك، روحي هنا وتعالي هنا. انت يا بنتي ما اتعلمتيش حاجه خالص من اللي حصلت؟ كنت مستناك انت اللي تتعلم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. معلش اسفة صحيتك. ده ولا يهمك. هو سليم هيفضل نايم كده؟ لا ما تخافيش، هو زي الفل الحمد لله. انا اطمنت عليه وقست له الضغط والنبض والحمد لله النزيف وقف وبقى زي الفل. طب هو ما بيفوقش ليه؟ انا خايفة يكون في حاجة. لا ما تخافيش. يكون جرالي ايه يا فريدة؟ لسه ما متش، ما تخافيش. على مهلك على مهلك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا وحش. لو مؤاخذة يعني الحمد لله على السلامة يا سليم باشا. الله يسلمك يا إبراهيم. معلش تعبتك معايا. مع إني كنت بتشهد أنا بسلمك دراعي. قلت خلاص شكرا على كده خلصت. إيه الكلام السخيف بتاعك ده؟ بعد الشر عليك. يا باشا أنا ما عملتش حاجة، ده سعادتك اللي سبقت بالخير يعني وتعورت بسببي وحشت عني. مؤاخذة يعني دي عشر الكلبش، ومش أي كلبش، ده كلبش مع ظابط. مش تقول يا باشا. أديك عرفت يا أخويا. هتعمل إيه يعني؟ زمانك ميت من الجوع، هقوم أعمل لك حاجة تاكلها. أنا آسف يا سيادة اللواء إن أنا ولعت سجارة في وجودك. أنا ما انكرش يا سيادة اللواء إن أنا اتهزيت شوية من جوايا بعد ما عرفت اللي عمله مع البنت، واللي أدهشني أكتر إن أنا سمعت البنت وهي بتدعي له. مع إن واحد في ظروفه دي المفروض يبعد عن المشاكل بقدر المستطاع، بس غريب أوي. بس كل ده ملوش علاقة بالقضية بالمناسبة يعني، وبرضو مش معناه ان سليم مجرم.
هو ياما في مجرمين بيطلعوا فلوس لله، تجار مخدرات خارجين على القانون، قتلة، فاتحين بيوت ناس غلابة كتير قوي بتبرعوا بفلوس لله كتير. ما هو ست اللي هو زي ما تعلمنا مفيش شر مطلق ولا خير مطلق، يعني في حد بيعمل شر على طول ولا في حد بيعمل خير على طول. يعني مش معنى انه عمل كده مع البنت انه معذبش الواد لحد الواد ما مات في ايده. بس برضه مفيش حد قال انه تعمد يعذب الواد لحد ما يموته. يمكن الواد استفزه شويه، يمكن هو كان مزنوق في رشين والشيطان لعب في دماغه. يمكن ضغط على الواد شويه ضربه الواد مات في ايده. انت ايه رايك يا ست اللواء؟ هقوم اعمل لك قهوه. سيبك من القهوه واسمعيني، وانت بريم ركز معايا عشان تفهم اللي اقوله. معنى ان صلاح التوخي يروح بيتنا يبقى مركز في الموضوع وشايله على صدره. ده كان محروق جدا وهو بيتكلم مع طنط. مؤاخذه على اسلم بيه، هو صلاح التوخي ده حطك في دماغه قوي كده ليه؟ هو في بينكم ضديات قبل كده؟ صلاح التوخي في الوزاره معروف عنه انه ضابط نظيف وجامد، مفيش قضيه مره يمسكها غير لما يجيب اخرها. بس انا عارف صلاح التوخي بيفكر فيه. صلاح التوخي خايف مني على سمعته، مش بس كظابط شاطر، كظابط شريف. يا فندم. يا وليد ايه الجديد؟ جديد ايه يا فندم؟ انا سايب سعادتك من 3 ساعات. كم ساعه دول ممكن يغيروا الدنيا. سليم ممكن يخرج من المحافظه دي يروح محافظه تانية، ساعتها يتوه مننا تماما. يا فندم هيخرج يروح فين وهو مصاب زي ما البت قالت؟ ما هو ده السؤال اللي لازم نلاقي الاجابه. تفتكر سليم ممكن يروح فين؟ صلاح التوخي همه الفتره اللي جايه ضايق الدنيا علينا، يعمل لنا كمان في كل حته في مصر، وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. بس انا ما اعتقدش ان حد ممكن يجي في باله ان انت تبقى هنا. احنا خطوبتنا اتفسخت من زمان ومفيش حاجه تربطنا ببعض. قصدي يعني ده اللي باين للناس. عندك حق، انت صح، بس ده دلوقتي بس، لكن قدام شويه هيوصل لك. يعني هيوصل لك، عشان كده لازم نخلص من اي حاجه ليها علاقه بينا في البيت ده. احنا وزعنا صورهم على كل الكمائن يا فندم زي ما سعادتك امرت. مستحيل يا فندم، مستحيل يطلعوا بره القاهره، وانا بعمل حصر لاصحابه وقرايبه واهله ومعارفه، وبالدور بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام سعادتك. تهيألي كده يا فندم يومين بالكتير وسليم يبقى في ايدينا. قريت ملف سليم الانصاري كويس يا وليد؟ اه يا فندم. اظنش انك قريته خالص، لأنك لو كنت قريت ملف سليم الأنصاري ما كنتش هتبقى مطمن قوي كده. سليم الأنصاري ما هوش مجرد ديلر عادي أو ضابط كرش واسع ومرتشي. سليم الأنصاري كان متفوق طول أيام دراسته، كان ممكن يدخل أي كلية من كليات القمة زي طب أو هندسة أو صيدلة، لكن اختار بنفسه أنه يدخل الشرطة، وطول أيام دراسته في الشرطة كان متفوق تماماً. اشتغل في المباحث، في العمليات الخاصة، وأثبت كفاءة عالية جدا في الرماية واقتحام الأوكار ومكافحة الإرهاب. سليم الأنصاري مش مجرد مجرم عادي سهل تقبض عليه زي ما أنت متصور كده يا وليد. ارجع اقرأ ملف سليم الأنصاري تاني يا وليد. فهمت يا فريدة؟ أي حاجة جه عليها دم امبارح حطيها في كيس أسود وارميها في صندوق زبالة بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل، مفهوم؟ مش ما ترمهمش كلهم في مكان واحد، خلي الصناديق كلها بعيد عن بعض، وفي كل مكان ارمي حاجه. تمام. خلينا بقى في المهم. الموتوسيكل. واحنا خبيناه تحت يا باشا في المخزن بتاع الفيلم. ما ينفعش. صلاح التوخي اهم حاجه دلوقتي هيدور عليها هي الموتوسيكل. لو لقاه هنا في البيت ده فريده تروح في 60 داهيه. طب وده هنعمل فيه ايه؟
الموتوسيكل ده وليد اول خيط هيوصلنا لسليم الانصاري. اي نعم احنا ما معناش نمرته، لكن معانا كل اوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفه. لو جدعنته يا وليد وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خاطفين البنت هنعرف منهم نمره الموتوسيكل. حاضر يا فندم، هجيب لك العيال دي النهارده يا فندم. ما نشوف يا سيدي. الموتوسيكل ده لازم يختفي، بس قبل ما نخلص منه لازم نشيل من عليه اي حاجه تربطنا بيه، دم بقى، بصمات، اي حاجه يعني. مفهوم؟ تمام. ماشي ماشي. طب بالنسبه للموتوسيكل يا باشا، انت كده جيت في ملعبي بقى. ليه، بتفهم في الميكانيكا؟ يا باشا اصل انا وانا صغير زمان كنت بشتغل ميكانيكي يعني مع واحد جارنا اسمه اللوست علي الحظ، فاللوست علي الحظ ده كان بيعمل دماغ كتيره، ومره الحظ خانه فراحت المكن هيبقى فيه، فانا سبته ورحت اشتغلت في محل طعميه. اول ما دخلت المحل ام ناصر بقى جايه بتفتح الانبوبه راحت ضربه. خلاص يا ابراهيم خلاص. فريده انت عندك هنا عده؟ عندي اهو، في العربيه كمان. طب كويس. الموتوسيكل ده لازم يفكك مسمار مسمار ويتغسل كويس، عشان ساعتها تقدري تعملي زي الحاجات التانيه، ترمي كل حته في مكان. تمام. ولا يهمك كمان، هخلي لك اكبر حته في الموتوسيكل ده قد كده، بس ادوني حته. ده الموتوسيكل. انت بقى ابراهيم. انا مالي بيه، هتفككني انا كمان؟ انا عارف انت والجدع مش خاين، بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بقتش اثق في حد، حتى لو ابويا الله يرحمه. انت هتفضل معايا، ولو فكرت تبعد عني يا ابراهيم انا هضربك بالنار. يا باشا هسيبك واروح فين يعني؟ انا كده كده غرز معاك يا سعاده الباشا، يعني هسيبك واروح اسلم نفسي للحكومه، ولو روحت بيتنا برضه الحكومه هتقبض عليا. الحكومه بتدور عليا من ناحيه، وحسن الضبع بيدور عليا من الناحيه الثانيه. حسن الضبع مين؟ ابقى احكي لك ابي بعدين، بس لما نخلص من اللي في ايدينا. وبعدين يا بنا هستفيد ايه يعني ان انا اغدر بيك؟ ماشي، بس لحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معايا. صلاح الطوخي لو مسكك مش هسيبك غير لما تقول مكاني فين. انا عارفه ظابط غلس ومش هيحلك. اه طبعا، احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني، ولو اني متاكد انه مش هيظهر، لان سليم مش هيفرط بسهوله في الراجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجه. هو هيفضل مخليه معاه على طول يا فندم؟ لو سمحت هات لي العده يا لسه فريد. من عينيا. حاضر. قول لي يا فريد، الباب اللي ورا مقفول؟ لا. طب روح انت، استنى ابراهيم هاجي معاك عشان نفك الموتوسيكل. تيجي معايا فين يا بيه؟ والجرح اللي في دراعك احسن يتفتح. ما تشغلش دماغك بدراعي، يلا. انا مقدر يا بيه، مقدر وعارف ان انت شاكك فيا. ما هو برضه اكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن، اكيد مجرم، هتطمن له ليه؟ كويس انت عارف يا ابراهيم ومقدر، بس لازم تعرف ان احنا الاثنين ساعدنا بعض في المصيبه اللي احنا فيها دي، واحنا الاثنين برضو خطر على بعض. لو حد فينا اتمسك هيودي التاني في 60 داهيه، وقداميش حل تاني. يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه؟ ما تنساش ان سعادتك كنت رايح السجن انت كمان برضو، يعني ما كنتش رايح مارينا. انا مش عارف لحد دلوقتي هيودوا ضابط السجن ولا يكلبشوه ليه. ده الواحد بيخاف يهوب ناحيه الاسم يا بيه. اه والله لما ببقى رايح اعمل ورقه ولا اي حاجه في الاسم بحط ايدي على قلبي واقول يا رب انجدني. بس بصراحة يا بيه يعني انت غيرها. اي والله، وبعد موقف الجدعانة والشهامة اللي انت عملته مع البت الغلبانة دي، وكنت هتودي نفسك في داهية وتضحي بنفسك، خليك كبرت عندي قوي يا سليم بيه. والجدعانة يا بيه عند ولاد البلد ليها مقام كبير. تعال معايا يا بيه. اتفضل اطلع بيه.